السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد. بلا ما نطول عليكم، لا غوسيت تاع اليوم هي موسكوتشو مغربي. وصفة اقتصادية وسهلة بزاف. موسكوتشو هذا يجي طري وهشوش، وكي تاكلوه ما يجيش ناشف في الفم، يعني روعة ما شاء الله. بسم الله، نبدأ على بركة الله في الوصفة. في إناء حطيت بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، رشة ملح وملعقة صغيرة فانيليا، نطلعهم شوية بالباتر، من بعد نضيف لهم علبة ياغورت طبيعي سكر، يعني فرغت الياغورت من العلبة وعمرتها سكر، ونضيفه إلى البيض ونطلع مليح بالباتر حتى يتغير اللون ويتضاعف الحجم. لهنا كي ولا عندي المزيج كثيف وتغير اللون تاعو، نضيف علبة زيت وعلبة الياغورت الطبيعي اللي كنت فرغتها في إناء، وثلث العلبة ماء ساخن ولا دافي، ما يكونش بارد، ونكمل نخلط بالباتر. من بعد رايح نضيف علبتين من الفارينة، اكيد رايح نصفيها به مديرليش الحبيبات، وكيس خميرة كيميائية، ونخلط جيدا. في هذا الوقت نقسم الخليط تاعي الى قسمين، هكذا باش نقدر ندير الشكل الرخامي. القسم الاول رايح نزيد له ملعقه كبيره من الفرينه، يعني ملعقه مملوءه جيدا، نصفيها ونضيفها للمزيج الاول. المزيج الثاني رايح نزيد له كذلك ملعقه كبيره مملوءه من الكاكاو، وانا كيما تعودتوا عليا ندير الكاكاو البني والاسود، يعني مزيج بيناتهم. نخلط جيدا حتى نتحصل على القوام المناسب. نجيب المول تاع الموسكوتشو تاعي، ندير له زبدة والفرينة، لكن ما نطلعهمش بزاف، ندير غير تقريبا غير في القاع. انا المول تاعي يدير 22 سنتيمتر. رايح ندير العجينة البيضاء والسوداء، ملعقة بيضاء من وراها ملعقة سوداء، وهي رايحة حتى نكمل الطبقة الاولى. الطبقة الثانية رايحة نعكسها، فوق الملعقة السوداء ندير بيضاء، وفوق البيضاء ندير السوداء، وهكذا حتى نكمل الخليط تاعي. انا بالنسبة لي دير لي اربع طبقات في المول هذا تاع 22 سنتيمتر. من بعد رايحة نجيب عود خشبي ولا موس ولا واش توفر عندكم، وندير خطوط هكذا عشوائية بالعكس باه نتحصل على الشكل الرخامي ولا لو مغبغي. من بعد راح ندخله الى فرن مسخن مسبقا على درجة 160 درجة مئوية، يطيب من 20 الى 30 دقيقة، يعني يطيب بعقله. لهنا بعد ما طاب لي الموسكوتشو تاعي نخليه يبرد مدة ربع ساعة إلى نصف ساعة، ومن بعدها نقلبه على الصحن هكذا باش تجيكم طريقة سهلة. ونزيد نخليه يبرد شوية، أنا ما خليتوش، من أحسن تخليوه يبرد شوية باش كيديروا له سكر غلاس ما يتشربوش وما يديلكمش كمية كبيرة بزاف، باش ما يجيش حلو بزاف. اكيد التزيين اختياري، انا حبيت ندير له سكر غلاس وكميه من صوص شوكولا،
عبارة عن شوكولا بالحليب وكمية من الحليب السائل وملعقة صغيرة من شوكولا للطلي. أنا استعملت ماكسون ونديرها فوق المسكوتشو تاعي، يعني طريقة بسيطة للتزيين. من بعد نقسمه وتشوفوا من الداخل كيفاه يجي الشكل تاعو. اذا ها هو المسكوتشو تاعي، بزاف طري وهشوش كيما قلت لكم، كي تاكلوه ما يجيش ناشف. ماذا بكم ديروه في الليل وتاكلوه الصباح، هكذا يجي خير وخير. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها. وماذا بيا تبعثوا لي فو رياليزاسيون في الانستغرام ولا في فيسبوك، واني نخلي لكم لي لين في لابواد دو ديسكريبسيون. الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده.